السلام عليكم. اهلا وسهلا البنات اخوتي ومتتبعين للقناه اسماء مغربيه بامريكا، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم اختي واحد الخريجه للبحر، غادي نمشي ان شاء الله ندير للدراري يمشيو يعوموا. يا ربي غير الجو يكون زوين، حيت الصراحه هنايا عندنا في فلوريدا شهر 8 راه بحال لقيتي الشهر ديال فصل الشتاء، دائما يوميا كتصب الشتاء. ودابا حنايا راه في الاول ديال شهر 9 تيكون شويه الجو هكا يا يوميا الشتاء، وهذا ماشي مشكل حيت الا ديت عليه راه ما غنخرج الدراري، ما غيخرجوا ما غيمشيو لا البحر ولا حتى شي حاجه. المهم دابا راه الويكاند وضروري ما خاصني نخرجهم شويه، وكيكون الصهد البنات في النهار، عرفتي راه الموت ديال الصهد، بقوه هذاك الصهد اللي كاين الشتا كتنزل عرفتي خيط من السما، كتنزل غير واحد ربع ساعه نص ساعه صافي وكتصحى بحال راه ما كاين والو. عاوتاني في العشيه يا اما كتصب الصباح وكتصب في العشيه يا اما كتصب غير العشيات. المهم دابا الحمد لله اليوم دابا الصباح هذا يلاه 10 الصباح، الشميشه شارقه واخا قال لك غادي تصب الشتا، ولكن قلت اليوم اختي انايا ما مفكاش اليوم اختي نمشي للبحر ما فيهاش اختي، وغنديكم معايا نمشيو. يا ربي يكون الجو زوين، يا ربي يكون البحر ما حايش، وان شاء الله نلعبوا شويه تما ونتمرمدوا شويه في الماء نتمرمشوا ياك. المهم خليكم معايا البنات غنديكم تشوفوا البحر ديال مشي لانا ماريا اللي كاينه حدانا تقريبا نص ساعه نكون تما. يلا اختي بدكم تشوفوا ان شاء الله الطرقان تشوفوا البحر. هانتوما البنات هنايا الطريق ديال البحر هورس يا كيجيبو هنايا العودان، هانتوما هنايا في هاد البلاصه. هادي مازال ما وصلت البحر، هادي غير الطريق ديالها عرفتي، المناظر واعره بزاف واعره بزاف. هو الباطو وهال القنطره هي مهزوزه. منظر رائع، شوفوا البنات البحورات كي دايرين هنايا، هذا بحال اللي تقول لك الاوشن، كيمشيو هنايا غير بالياخت وباللي باطو الكبار. البحوره هانتوما كلشي بحر، كلشي راه هو الباطو داز، شفتو راه هو الباطو داز دابا، راه هو دابا القنطرة غتبدا تهبط. ها انتيا ها هي كتهبط، ها هي بدات كتهبط دابا.
هي ناس لا دابا طالعين فوق هذيك اللي كانت محلوله ياك اسماعيل ما خفتيش هيا عاد طلعوا فوق من هي هادي يا هادي اللي كانت مهزوزه الناس يا اختي شوفي خارجين غادي البحورات وراجعين من البحر واخا يلا العشرة الصباح هادي واخا الجون الكهرب فيه بحال غيصب الشتا الناس كاع ما كتحير خارجين اختي البحورات هنايا ما كيصوقوش للشتا حيت هنايا الشتا عادي يعني واخا تصب الشتا الناس كيبقاو في لابيسين كيبقاو يعوموا حيت عارفينها غادي تصحى تاني وغتشرق الشمس الدنيا عامره ما شاء الله قرب لو وصلوا ياك حنا وصلنا تقريبا ما وصلناش نص ساعة عندي تقريبا شي 20 دقيقة هاد الباص البنات كيمشي فابور نهار الحد هنايا كيساري الناس هنايا وكيوصلهم فابور هنايا وصلنا إلى البحر والشتاء ستنزل عامر الباركينغ ما عنديش فين باركي الطوموبيل صافي وانا نقلبها شديتها طوله في داك الشارع نمشي عاوتاني نشوف شي بحر اخر غير حدا كلهم تما هنايا قرا نمشي نشوف شي بحر اخر باش اختي نلقى فين باركي الطوموبيل هنايا الطوموبيلات شوف 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 شو الناس ما لاقينش فين ستاسيوني عاود كلشي عامر ما شاء الله الشميسه شارقه يا اختي ها انتم البنات حنا وصلنا الرمله بيضه 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 عرفتي هنا راه مخالفه الرمله على الرمله ديال المغرب نسيت نضادر يا اسماعيل خصني نمشي نجيب من الطوموبيل الله شوفوا البنات الجو غزال يا سلام البنات الجو غزال 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 واعر عرفتي ما كاينش الصوت الشميشه واخا كاينه ما سخوناش بزاف وواحد الغربي ديال البحر ها نتوما كيضرب النسيم ديال البحر يلا يا اختي احسن صراحه ما يبقى الواحد يا شطار جبت لهم الالعاب ديالهم حتى يلعبوا مصطفى امين راه هو رانا حاضية لماج لا تعواج يوم ولدت على جوج شحال غزال مفريخات الله شوف البنات الرملة كي دايرة شحال بيضة شوفي شوفي دايرة بحال السنيدة دايرة بحال السنيدة بحال الكوكياج مطحون مطحون حبيبة رقيقة الله يا اختي نمشيو للماء الله يا سلام هذا داك الوراق ديال النخل اللي تيكون هنايا في الجنب ديال البحر الماء غزال ما دافي وفيه الكوكياج والرمله هانتوما الرمله بيضه كما قلت لكم ها الله
صراحة البحر اللي كنت بغيت نمشي ليه تماك حسن من هذا بزاف. تما البحر حسن هانتوما، شاف هذيك الجليل هيها، هذيك البلاصه اللي فيها الشجر كتبان لكم الشجر، ها هذيك البلاصه اللي فيها الشجر تما فين كنت بغيت نمشي في الاول صراحه، ولكن عامره اختي الدنيا بالباركينغ، عامره بزاف ما لقيتش فيه. يبا جيت شوفوا تما الناس شحال البنات، شوف تبارك الله، شوفوا هذيك البلاصه عامره بلي باراسول. هاد البلاصه اللي جينا ليها خاويه، هانتوما خاوي هنايا، رائع الجو زاد. بارد بزاف دافي بقوة الصاد اللي كاين. ما شهيتكم البنات والعمال يا شرق سعود. واعره واعره اختي واعره، عرفتي وراه كاين هنايا هذيك الرايه، الحوت ديال النوع ديال الرايه موجود هنايا، راه بانت لينا وحده دابا كتعوم معانا، ولكن بعدت منها قال لك تضرب الضو، هي مع اللي عام حداها وقاصها كتضرب الضو. قبل ما نقدرش ندخل بيه لداخل، حسن ان شاء الله ناخذ كاميرا ديال الماء وارى بالريح. هذا داك الخز فيه شويه من هذا صراحه، ولكن الرمله لتحت نقيه كتبان في غير بحال هاد الخز، هذا ديك الوريقات ديال الخز بزاف، راه فيه كيجر كيجر واي كيجر، غادي يديك لهيه. ما تزعمش تدخل مع المماشه اختي مجهدين هنايا. الله شوفوا انتم شتي كيفاش كيبان الرمله نقيقيه
فيها شويه ديال الكوكياج. يلا عطينا دابا خرجنا دابا من الماء غادي تشربطنا تشربطنا تشربطنا. الله يعطي ربي ندير مولاش بنا اختي انا ولدي. الله دابا اختي غادي نجلس شي شويه ثانيه دابا الله يا اختي تبرد صراحه تبريده يا اختي شمن تبريده الحمد لله الحمد لله النهار ما مشاش ليا هكاك النهار ما مشاش ليا خاوي ايوا حنايا مشينا عمنا وخلينا ولدي اسماعيل كيحضر لنا الحوايج وكيبني لينا اختي فين غادي نسكنوا هنا في جبل البحر والله يمشي باش خلينا غادي تريب ليه القصر ديالو البنات. واو 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 عرفتي واحد العومه خطيره هاد المخرانيه
انا وولدي تسمعي العب انتو صراحه. عام شويه هو يدخل صافي وبقيت غير انا ومصطفى امين. ما سخيناش يا لاله، ما سخينا بهاد العومه واعره بزاف. عاد عمت على خاطري تخشيت شويه، خشيت راسي برد عليا شويه. ضروري اختي من الواحد يجي للبحر، صراحه البحر احسن بزاف من لابيسين، احسن بزاف 100 ألف درجة. الما ديالو بعدا معاليش، حتى الا عندك شي حاجه رجليك تيضروك، شي تشققات في رجلاتك، شي حبوب، شي حاجه، كلشي كيتحيد، لان الاملاح الطبيعيه اللي كاينه في البحر. ايوا اختي صراحه تمتعت، واو الحمد لله. نتمنى حتى نتوما تكونوا استمتعتوا معنا. المهم واخا شهر 9 دابا، ولكن هنايا كيف ما تنقول لكم فلوريدا باش زوينه، حاباش زوينه طول العام، ممكن تجي تعوم طول العام، ممكن انك تجي تعوم من غير قلب. بحال اللي تنقول لكم شهر 8 تيكون فيها الشتاء، حيت بقوه الحراره وسط كتكون الشتاء، ولكن واخا هكا راكم تكون تشوفوا دابا البحر كيولع عامر. ها نتوما تبارك الله، ها الناس جاوا ورايا، الناس جاوا في جنابي عامر. ها نتوما شتي راه عامر، غير ما بغيتش نبقى نصور حيت الناس كاين عامر تبارك الله. ها نتوما كلشي بدا كيعمر هنايا. ايوا الحمد لله اختي تبرد، غنشفو وغادي نمشيو ان شاء الله. صافي البنات، نتمنى البنات يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا معايا بهذا النهير هذا ديال البحر. انا وليداتي اللهم لك الحمد، راجلي مسكين في الخدمه ما نكذبش عليكم، الخدمه ديالته شويه صعيبه ما عندوش الوقت، فالله يعاونو الله يسهل عليه. والحمد لله انا بعدا مع وليداتي كنخرجهم، هذا هو ملي تيكون معنا راه تيخرج، غير ما كنبغيش نصورو داكشي، ما كيبغيش يبان معايا دائما. مره ملي كيخرج كندير واحد اللقيطات بحال هكا معاه، ولكن باش يبان بزاف ما عندوش الوقت صراحه، وما كيبغيش حتى هو يبان في هذا اليوتيوب، وهذا ما عندوش مع التصوير هو بزاف. المهم راه هو في خدمته الله يعاونو، وحنايا راه حنايا مدوزه انايا لقيته مع وليداتي، خاصني ضروري نخرجهم، ضروري يخرجوا، ضروري ياخذوا الوقت ديالهم ديال اللعب. ودابا ان شاء الله غادي نمشيو للدار دوش، نعطيهم ما ياكلوا يرتاحوا، غدا المدرسه ان شاء الله. نقول لكم البنات بالسلامه عليكم، الى عجبكم الفيديو نزيد مازال ان شاء الله، وقت ما تكون شي خريجه بحال هكا ضروري ما غنشاركها معاكم، وتساراو معايا حتى نتوما في هكا يا البحوره ديال هنايا اللي حدايا، وفي ما مشيتي ان شاء الله نصور معاكم. يلا بسلامه، يلا اش كنقولوا بسلامه، يلا شوف غادي تشير على الناس. لا 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 قول بسلامه، شوف قول بسلامه ما بساليش. يلا بسلامه عليكم البنات، نشوفكم في فيديو جاي.